أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعين قناة السومرية، حلقة جديدة من برنامج بايوتيك. حلقتنا اليوم حلوة وممتعة، ابقوا ويانا. كل الناس عانوا على الأقل مرة واحدة بحياتهم من التهابات المسالك البولية، بس نلاحظ أن بعض الناس يكونون أكثر عرضة لالتهابات مسالك البولية. تحدث الالتهابات بالمسالك البولية نتيجة لعدوى بكتيرية تصيب أحد أجزاء الجهاز البولي نتيجة لأكثر من سبب، وأبرزها دخول البكتيريا عبر الجلد أو المستقيم ثم الإحليل وإصابة المسالك البولية، ويمكنها التأثير على الكلى والمثانة والأنابيب اللي بيناتهم، ويمكن للشخص اتباع بعض الطرق للوقاية من التهاب المسالك البولية وحتى يحد من خطر تكرارها، كما أن الوقاية من التهاب المسالك البولية ممكن تعد في بعض الأحيان المفتاح الرئيسي لتجنب المضاعفات المستمرة والشديدة المرتبطة بالتهاب المسالك البولية بشكل متكرر. بالبداية وقبل ما نتعرف على طرق الوقاية، خلونا نتعرف على الحالات اللي عندها خطر أكبر للإصابة بالتهابات المسالك البولية وحتى تكراره. المرأة الحامل بالدرجة الأساس، بعدين رح يجون الأشخاص النشطاء جنسياً، وخاصة في حال كانوا يمارسون بشكل متكرر أو بأكثر حدة. المرأة بعد انقطاع الطمث أو في سن اليأس تكون أكثر عرضة، وأيضاً الأشخاص اللي عندهم مشكلات في المسالك البولية مثل تضخم البروستات أو انسداد تدفق البول وحصى الكلى، الأشخاص اللي قاموا بإجراء قسطرة بولية، مرضى السكري والمرضى اللي يتناولون الأدوية المثبطة للجهاز المناعي أو اللي يتناولون المضادات الحيوية باستمرار، النساء اللي يستخدمون بعض وسائل منع الحمل، وغيرهم من الأشخاص اللي تتواجد عندهم العوامل اللي تزيد من فرصة الإصابة بالالتهابات بالمسالك البولية. ومنا تجي أهمية اتباع طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية واللي تساعد بالحد من تكرارها عند هذول الأشخاص. يشيع حدوث التهاب المسالك البولية عند النساء أكثر من الرجال، وهذا لأنه مجرى البول أو الأنبوب اللي يخرج البول من المثانة عند النساء يكون أقصر، وهذا راح يسمح بوصول البكتيريا إلى مجرى البول والمثانة بسهولة أكثر، خاصة أثناء فترة الحمل وسن اليأس. ويمكن اتباع بعض الطرق من أجل الوقاية من التهاب المسالك البولية، مثل تجنب استخدام الغسولات المهبلية بكثرة، حيث أن غسل المنطقة الحميمة رح يزيل البكتيريا النافعة المتواجدة بالمهبل، مما يخلق بيئة مثالية لحدوث العدوى البكتيرية. طبعاً تفضيل أخذ دوش أو شاور على الجلوس بالمغطس، حيث أن المغاطس يمكن أن تؤدي إلى تغيير درجة حموضة المهبل، بالإضافة إلى إدخال بقايا الصابون والمواد الكيميائية الأخرى بالمهبل، مما يسبب تهيج المنطقة التناسلية وإصابتها بالالتهابات. تجنب استخدام المنتجات النسائية المعطرة واللي ممكن تسبب تهيج بالأنسجة المهبلية والأنسجة الأخرى المحيطة، بما في ذلك بخاخات النظافة النسائية، حمامات الفقاعات، زيوت الاستحمام المعطرة والمساحيق المعطرة، وحتى السدادات القطنية المعطرة والفوط المعطرة. استخدام الواقي الذكري اللي يمكن أن يمنع انتقال البكتيريا أثناء الجماع. تجنب استخدام العازل الأنثوي كوسيلة لمنع الحمل، خاصة إذا كانت المرأة أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية، حيث يمكن للعازل المهبلي أن يعزز من نمو البكتيريا القولونية. لذا في حال كانت أكو رغبة باستخدام وسيلة تمنع بها الحمل، لازم تختار وسيلة أخرى من وسائل منع الحمل مثل استخدام حبوب منع الحمل أو الواقي الذكري، ويفضل استخدام الفوط الصحية أو أكواب الحيض بدلاً من السدادات القطنية أثناء فترة الحيض. ويمكن أن يساعد العلاج ببدائل الأستروجين في التهاب المسالك البولية عند النساء، خاصة بعد سن اليأس. هواي نساء يستخدمون موانع الحمل بكثرة أو لمدة زمنية طويلة. خلونا نشوف شنو هي الآثار الجانبية أو السلبية لاستخدام موانع الحمل مع أحد الأخصائيين. وسائل منع الحمل هي من الاختراعات والاكتشافات المهمة في عالمنا الحديث، لما لها من أهمية في تقليل المخاطر الصحية والمخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم. لذلك راح نتطرق إلى
مجموعة موانع الحمل المتوفرة حالياً في هذا الوقت، ولنتطرق أيضاً إلى تأثيراتها السلبية. الطرق الطبيعية لمنع الحمل هي أولاً طريقة الرضاعة الطبيعية، طبعاً هاي تفيدنا لأول 6 أشهر من ولادة الطفل مع الرضاعة الطبيعية للطفل بشكل حصري exclusive. ثاني طريقة هي طريقة معرفة وقت الخصوبة لتجنب عملية الجماع، وهنالك طريقة طبيعية أخرى هي طريقة الانسحاب. نتكلم عن الطرق الأخرى لمنع الحمل، العوازل اللي هي العوازل الذكرية والعوازل الأنثوية، أيضا هذه لها إيجابيات وأيضا سلبيات ونسب فشل. نتطرق أيضا إلى حبوب منع الحمل اللي هي الأكثر يعني استعمالا وشيوعا لدى النساء، طبعا أيضا لها فوائد ولها تأثيرات سلبية. نتكلم الآن عن التأثيرات الجانبية للطرق المختلفة لمنع الحمل. أولاً الطرق الطبيعية اللي احنا ذكرناها، الرضاعة والانسحاب ووقت معرفة وقت الخصوبة ودرجة حرارة الجسم، هذه تكون نسب فشل فيها عالية، لذلك تعتبر هذه أحد الأعراض الجانبية لهذه الطرق. زين، نتكلم أيضا عن تأثيرات الجانبية لحبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل اللي هي يعني غالبا النساء يستعملوها في الفترة الإنجابية للمرأة، تكون أحد الأسباب اللي تخلي المريضة تترك هذه الحبوب هي الحالة العصبية للمريضة، ممكن السبوتينج اللي هو نزول نقاط دم في غير أوقات الدورة الشهرية، ممكن الألم في الثدي، ممكن عندنا يكون نسبة فشل أيضاً إذا المرأة ما التزمت بها بشكل صحيح. نتكلم عن طريقة أخرى اللي هي اللوالب النحاسية أو الهرمونية. من الآثار الجانبية إلها ممكن أيضاً السبوتينج اللي هو نزول الدم في غير أوقات الدورة، زيادة وقت الدورة نفسها وغزارة الدم في وقت الدورة، أيضا ممكن يسبب لنا التهابات، أيضا ممكن عندنا نسبة فشل أيضا اللولبي يسويها، هاي بالنسبة للوالب النحاسية. الهرمونية أيضا وجدت الدراسات أنه النساء الذين يستعملون اللوالب الهرمونية أيضا يصير عندهم سبوتينج اللي هو نزول نقاط من الدم طول فترة الشهر في غير موعد الدورة الشهرية. عندنا حبوب منع الحمل المركبة أو الأحادية أيضا لها أضرار، اللي هي أولا في حال نسيان المرأة لهذه الحبة، إذا مثلاً إحنا لازم يعني ننبه على المريضة أنه تكون ملتزمة بأوقات الحبوب، يعني ما تخربط يعني بالعامية نقولها لا تخربطين بالحبوب أبداً. ليش؟ لأنه هذه إذا يعني هي سلسلة هرمونية، إذا تخربطت السلسلة الهرمونية راح تفقد فائدتها اللي هي منع التبويض. لذلك احنا ننصح المرأة انه تكون تاخذها بانتظام شديد، وبحيث انه توقت موبايلها على ميعاد الحبة. زين، اذا خربطت المرأة بالحبة وقتها ممكن يصير عندنا ايضا نزف للدم غير منتظم، ممكن يصير عندنا فشل في منع الحمل اللي هو يؤدي الى ممكن الحمل اللي هي اصلا هي ما راغبه الحمل بهذه الفتره. طبعا الاثار الجانبيه الاخرى لحبوب منع الحمل يكون مثل الغثيان، الصداع، طبعا المراه اللي تعاني من الشقيقه ما ننصح انه تاخذ حبوب منع الحمل لانه تاثر عليها ايضا، زيادة بالوزن بسيطة، امتلاء يعني شعور بالامتلاء،
ألم في الثدي، عندنا أيضا بعض المخاطر اللي يعني تكون خطرة جدا اللي هي تزداد نسبة الإصابة بسرطان الثدي. بس طبعا يعني مو عند كل النساء، فقط نسبة قليلة من النساء ممكن تعاني من هذا الآثار الجانبية هذه. لذلك أنا أنصح المريضات أنه تكونين على تواصل مع طبيبتك الخاصة في تحديد وسيلة منع الحمل المناسبة لك ولصحتك ولحالتك الصحية. لاحظ أنه بعض الناس يعانون من هوس معين أو اضطراب، أو حتى ممكن نسميها عادة نتف الشعر. هوس نتف الشعر أو TTM هو اضطراب عقلي يصيب بعض الأشخاص نتيجة لتعرضهم لحالات توتر وقلق متكرر، فيشعر المصاب بارتياح من يبدي ينتف شعر رأسه أو حتى جسمه، مؤديا للعديد من المشكلات الصحية. وتشير الأبحاث إلى أنه 0.5% إلى 2% يعانون من هاي الحالة، بس بعضهم ما يتم تشخيصه عند الطبيب. ويصيب هوس نتف الشعر جميع الفئات العمرية ويكثر خاصة في فترة المراهقة. ماكو فرق بنسب الإصابة بين الذكور والإناث بمرحلة الطفولة، بس بمرحلة البلوغ فرح تكثر هاي الحالة عند الإناث. والسبب المتوقع بهذا هو امتلاك الإناث لشعر طويل، كما أنه للهرمونات الأنثوية دور غير مؤكد بهاي الحالة وفقاً لاعتقاد بعض الأطباء. ولقت دراسة أنه حالة هوس نتف الشعر تزداد سوء بفترة الحمل عند النساء اللي كانوا يعانون من المشكلة سابقاً قبل الحمل من الأساس. وتمثلت أعراض هوس نتف الشعر ببعض النقاط مثل نتف الشعر بشكل متكرر أو تقطيع الشعر ويقصد بيها عدم نتف الشعر من البصيلة بل تقطيعه من المنتصف، وهذا يكثر في حالات نتف الشعر بفروة الرأس. أكل الشعر وهي حالة مرضية تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، أو شعور بالارتياح بعد نتف الشعر، إنكار مشكلة هوس نتف الشعر، إذ يقوم بعض المصابين بالتصرفات ظناً منهم أنه الأشخاص من حولهم ما رح يقدرون يعرفون حالتهم، مثل ارتداء القبعات والأغطية على الرأس بشكل دائمي، تركيب الرموش الاصطناعية، رسم الحواجب بالأقلام أو رسمها بالتقنيات التجميلية، وغيرها من التصرفات. زين، شنو هي أسباب وعوامل اللي تؤدي لحدوث اضطراب نتف الشعر؟ لحد الآن العلماء يدرسون التغيرات العقلية الحادثة أثناء بدء حالة هوس نتف الشعر حتى يقدرون يعرفون السبب وراء هاي الحالة، وهذا يعني أنه حد وقتنا هذا ماكو سبب محدد لحالة هوس نتف الشعر. بس ربط الباحثون الحالة عدة عوامل تمثلت ببعض النقاط، وبالدرجة الأولى هي الوراثة، فالتاريخ الجيني للعائلة إلى دور كلش كبير بتناقل الحالة بين أفراد العائلة، أي إذا كان الشخص عنده قريب من الدرجة الأولى مثل الأخ أو الأخت أو الأم والأب ويعانون من هوس نتف الشعر، فإنه الشخص رح يكون أكثر عرضة للإصابة بنسبة كبيرة ذات الحالة نفسها وبأي مرحلة بعمره. أما النقطة الثانية فهي العمر. العمر من العوامل الهامة اللي تزيد من حالة هوس نتف الشعر، إذ تبين أنه الأشخاص بين 10 إلى 13 سنة هم أكثر الفئات العمرية اللي تعاني من الحالة. وطبعاً بعض الحالات المرضية هوس نتف الشعر هو حالة صحية عقلية ترتبط ببعض العوامل المرضية مثل صدمات الطفولة، إذ وجد أن الأطفال اللي تعرضوا لصدمة نفسية أو اعتداء جسدي بطفولتهم يكونون أكثر عرضة لهذه الحالة. أما اضطراب الوسواس القهري فأيضاً له ارتباط كلش كبير، مثل القلق والكآبة وحتى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وغيرها من العوامل النفسية. زين، شنو هي مضاعفات الإصابة بهوس نتف الشعر؟ عادة الأشخاص المصابين بهوس نتف الشعر ما يكونون على دراية أو وعي باللي دي يسووه إلا بعد الانتهاء، وهذا يزيد من شعورهم بالقلق اللي يؤدي إلى العودة لنتف الشعر. هذا الفعل يمكن تشبيه حالة هوس نتف الشعر بالدائرة. هاي الدائرة تعني المزيد من نتف الشعر
مؤدياً ذلك إلى العديد من المضاعفات واللي تمثلت أبرزها بمشكلات بالجهاز الهضمي في حالة أكل الشعر، ففي بعض حالات هوس نتف الشعر يعاني المصاب بجانب حالته إلى بلع الشعر، مؤدياً إلى مشكلات صحية جداً خطيرة بالجهاز الهضمي، أبرزها هو انسداد الأمعاء وعدم القدرة على إخراج البراز. بالدرجة الثانية هو الصلع، وهذا طبعاً على كلا الجنسين، وهذا لأن المظهر الخارجي رح يتغير ويبدو سيء، فرح يعاني نفسياً من هذا الموضوع، وأيضاً تدني العلاقات الاجتماعية. يقصد بتدني العلاقات الاجتماعية أنه قلة التواصل مع الآخرين لعدم رؤية ما حال بالمصاب من شكل سيء، وهذا ممكن يمتد لأفراد الأسرة اللي يقطنون بذات المنزل، فيبتعد المصاب عنهم ببقائه بغرفته طول الوقت. من المضاعفات اللي ممكن تحدث هي حكة أو وخز بمكان نتف الشعر، ومن الطبيعي الشعور بالحكة أو الوخزة عند نتف شعرة واحدة، فشو رح يكون الحال من ينتف العديد من الشعر، وخاصة إذا ارتكز الأمر بمكان واحد؟ الأمر رح يكون جدا مؤلم، وممكن يحتاج بعض الأحيان إلى مسكنات حتى نخفف من شدة الألم. وأيضا مضاعفات أخرى، فممكن يتعرض المصاب بهوس نتف شعر إلى مضاعفات أخرى مثل تهيج الجلد، الأحمرار، البقع الداكنة، وأيضا تكون شعر رقيق. وطبعا بالعلاج هاي الحالة فرح تعالج بطريقتين، بالبداية العلاج النفسي، وأول ما يتم علاجه بهاي الحالة هو العلاج النفسي اللي ينقسم بالتالي إلى قسمين. بالبداية العلاج السلوكي واللي يشمل أو يعتمد العلاج السلوكي على الحديث مع المصاب بجميع الأمور المسببة لهاي الحالة، وبعد هذا رح يتم إقناع المصاب بطريقة عملية بحتة نفسية أنه القلق والتوتر ما يحتاج إلى التصرفات السلبية مثل هاي الحالة. وأيضاً يمكن إجلاس المصاب مع مجموعة أخرى من المصابين بنفس الحالة حتى يناقشون الأمر سوية، وهذا النوع من العلاجات السلوكية جداً فعال، فروح الجماعة والاستماع لقصص الآخرين وتكوين روابط صداقة بينهم كفيل بالحد من هاي الحالة ومن العديد من الحالات النفسية. كما يمكن تعليم المصاب تصرفات سلوكية أخرى عند الشعور بالقلق، وهاي السلوكيات لازم تكون إيجابية ومو سلبية وما تأثر عليه، وهذا الأمر يسمى تعميم التدريب السابق أو العلاج السلوكي الجماعي. نلاحظ على بعض الكبار أو حتى الأطفال من يتناولون أي نوع من البقوليات أو الفول وخاصة الباقلة ظهور أعراض تشبه أعراض أبو الصفار أو أصلاً هو أبو الصفار. ليش وشنو سببها وشنو الارتباط بيناتهم؟ الفوال أو التفول أو G6PD هو الاضطراب الخلقي الجيني الناجم عن نقص الإنزيم أو إنزيم جلوكوز 6-فوسفيد ديهايدروجينيز، وهو إنزيم ضروري ينظم التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة بالجسم، ويكون مسؤول عن حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة، وفي حالة عدم وجود ما يكفي من هذا الإنزيم راح تنهار خلايا الدم الحمراء، ويعرف هذا باسم انحلال الدم أو الهيموليسيس أو تكسر خلايا الدم الحمراء. ويعتبر مرض التفول أحد أكثر اضطرابات نقص الإنزيمات انتشاراً بالعالم أجمع، ويقدر عدد المصابين به بحوالي 400 إلى 600 مليون شخص حول العالم، إلا أن التفول ينتشر بشكل شبه حصري بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وغيرها من المناطق القريبة، ويسبب فقدان هذا الإنزيم تحلل مفاجئ لخلايا الدم الحمر بعد تناول المصاب لكميات كبيرة من الفول أو التعرض لحبوب اللقاح الخاصة بالنبتة المثمرة للفول، مما يسبب فقر الدم التحللي أو اليرقان بما يعرف بالأبوصفار. كذلك رح تزداد فرصة تكون الحصى المرارية وتضخم الطحال عند المصابين بالفوال ممن تعرضوا لنوبات الانحلال المتكررة للدم، أو قد تكون الإصابة بعض بالفوال في بعض الحالات مهددة للحياة. وفي بعض الأحيان يتطور فقر الدم الانحلالي بشكل أكبر حينما يتم تدمير خلايا الدم الحمر بشكل سريع ما يقدر الجسم أنه يستوعبه أو يتخلص منه، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الأكسجين إلى الأعضاء بشكل عام، ويترتب على هذا التعب والإجهاد واصفرار الجلد والعينين وحتى ضيق بالتنفس.
ومثل ما ذكرنا فتكون أسبابه هو نقص بأنزيم G6PD، فبذلك الوراثة هي أهم الأسباب. الحالة الوراثية اللي تم تمريرها جنباً إلى جنب من أحد الوالدين أو حتى كليهما لطفلهم، حدوث خلل بالكروموسومات خصوصاً كروموسوم X عند الرجال وكذلك عند الإناث، باستثناء أنه عندهم 2 من كروموسوم X بخلاف الرجل. وتحفز عدة عوامل انحلال الدم عند مرضى التفول، مثل تناول حبوب أو بقوليات معينة، العدوى، أدوية معينة منها أدوية الملاريا والسلفوناميدات اللي تستخدم لعلاج أنواع العدوى المختلفة، الأسبرين واللي هو يستخدم لتخفيف الحمى والآلام والتورمات، وبعض الأدوية غير الاسترويدية أو أدوية مضادات للالتهاب مثل المسكنات وغيرها. زين، شنو هي عوامل الخطر لمرض التفول؟ أكو بعض العوامل اللي تزيد من احتمالية إصابة الشخص بالتفول. بالبداية الجنس، حيث يعد احتمال ظهور المرض عند الأبناء الذكور أكبر من احتمالية ظهوره عند الإناث اللي عادة ما يكونون حاملات للمرض بهاي الحالة، أي بما معنى أنه هاي الأنثى راح تحمل جين المرض بس ما تظهر عليها أي أعراض من المرض، أو في حال ظهر عندها أي من الأعراض فعادة ما تكون أقل شدة مقارنة بأقرانها من الذكور. الأشخاص من أصل أفريقي، أمريكي أو شرق أوسطي يكونون أكثر عرضة، والأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي للمرض. يعيش معظم المرضى اللي يعانون من أنيميا الفول حياة طبيعية ويتمتعون بصحة جيدة، بس في حال تعرضهم لأي من العوامل المحفزة مثل العدوى والحمى أو عند تناول أي مادة كيميائية أو غذائية، ما تقدر خلايا الدم الحمراء الفقيرة بإنزيم G6PD التعامل وياها، راح تتفاعل خلايا الدم وتتكسر وتتحلل بالجسم قبل أوانها، مما يسبب مشكلة يتم التعامل معها بسرعة حتى لازم نخلص من الأعراض. ومن هاي الأعراض نزول بول داكن اللون، إعياء وتعب عام، ألم بالبطن، تسارع بنبض القلب، حمى، وحتى عدم القدرة على الوقوف والإحساس الدائم بالدوخة، صعوبة بالتنفس، ويرقان أو الأبصفار واللي هو يعتبر من أكثر الأعراض أهمية خاصة المنطقة البيضاء بالعين، شحوب بالوجه بس، وفور زوال هذا العامل المحفز أو المسبب للمرض راح يبدو المريض بالتعافي والرجوع إلى حياته الطبيعية. سبب منشأ الخلل الجيني، فماكو حل أو علاج جذري للمرض، بس يمكن للمريض أن يعيش حياة طبيعية في حال نجح بتجنب العوامل المحفزة لهذا المرض، خاصة بما يتعلق بالنظام الغذائي. فبالبداية ينبغي علاج فقر الدم أو الأنيميا الناتج عن التفول بالتدابير الطبية المناسبة، وغالبا ما يستغرق من 8 إلى 14 يوم مو أكثر. في بعض الأحيان يتم علاجه من خلال عمليات نقل الدم لتجديد الأكسجين ومستويات خلايا الدم الحمراء أو استحصال الطحال، ويتم علاج الأطفال الرضع اللي يعانون من فقر الدم الانحلالي من خلال نقل الدم أو من خلال العلاج بالضوء. والمرضى اللي يعانون من انحلال الدم المزمن أو فقر الدم يتم علاجهم من خلال المكملات الغذائية، مضافاً إليها حمص الفوليك اليومي، ويتم المتابعة الدورية مع الطبيب المختص خاصة بالحالات المصابة بالمرض عن طريق الوراثة. في حال الإصابة بالتفول فيمكن عيش حياة طبيعية بالابتعاد عن الأطعمة والأدوية اللي تحفز التفول والانتباه إلى عدة أمور وقائية، أهمها بسبب اختلاف استجابات المرضى للمواد المتنوعة ينصح المرضى بمراجعة الطبيب وسؤاله عن آخر المستجدات أو الإضافات فيما يخص قائمة الأغذية اللي وجدت أدلة تشير إلى تسببها في حالات تحلل الدم عند مرضى التفول أو نقص إنزيم G6PD. أما النقطة الثانية فتقدر مراجعة أخصائي تغذية حتى يساعدك في وضع حمية غذائية تناسبك لتجنب الأصناف الضارة من جهة، وتتجنب تعريض نفسك لأي فقر غذائي. وممكن يساعدك اللجوء لأخصائي تغذية موثوق لتنظيم حمية غذائية تحصل بها على حاجتك من البروتينز دون اللجوء إلى البقوليات أو غيرها من المواد الضارة لمريض التفول. هوايا نعرف ناس يعانون من وجود القدم المسطحة أو اللي تعرف بالفلات فوت.
هي حالة يكون بها أحد القدمين أو كلاهما مسطحاً، ويمكن ملاحظة هذا عند الوقوف والضغط على القدمين حيث تكون مستوية وما تحتوي على تقوس أو قوس القدم المعتاد. على الرغم من أن القوس يظهر أحياناً عند رفع القدم، جميع الأطفال عندهم أقدام مسطحة عند الولادة، إذ أن الأقواس عادة ما تتكون في سن 6 سنوات أو بعدها، وما تعد القدم مسطحة مشكلة بالنسبة لمعظم الأشخاص، بس إذا تسببت القدم المسطحة في حدوث آلام أو مشاكل أخرى فيمكن الاستعانة ببعض العلاجات أو الذهاب إلى الطبيب. وتشمل أنواع الفلات فوت بالبداية فلات فوت مرن أو الفلكسيبل فلات فوت، هو النوع الأكثر شيوعاً من الفلات فوت، حيث يمكن رؤية الأقواس بالقدمين في حال الوقوف، وتختفي هاي الأقواس عند الضغط على القدمين أو الوقوف. تظهر القدم المسطحة المرنة أثناء الطفولة أو سنوات المراهقة وتصيب كلا الجنسين، ويزداد الفلات فوت المرن بشكل تدريجي مع تقدم العمر، ويمكن أن تتمدد الأوتار والأربطة الموجودة بأقواس القدمين وتنتفخ. أما النوع الثاني فهو الريجيد فلات فوت أو فلات فوت صلب، بهاي الحالة تكون القدم مسطحة في كل الأحوال، فيمكن ملاحظة وجود الفلات فوت أثناء الجلوس أو الوقوف وحتى الضغط على القدمين، وغالباً ما تتطور هاي الحالة خلال سنوات المراهقة وتزداد سوءاً مع تقدم العمر. وممكن يسبب هذا النوع من الفلات فوت الشعور بألم، ويصعب ثني القدمين لأعلى أو للأسفل أو تحريكهما جنباً إلى جنب، ويمكن أن يأثر الفلات فوت الصلب أو الريجيد فلات فوت على قدم واحدة أو كليهما سواء. النوع الثالث هو الأكوايرد فلات فوت أو الفلات فوت المكتسب، ويسمى أيضا بالقوس الساقط. بهذا النوع من الفلات فوت راح يسقط قوس القدم بشكل غير متوقع، ويتسبب القوس الساقط إلى قلب القدم للخارج، ويمكن أن تكون مؤلمة، وممكن يأثر على قدم واحدة بس. ويعد السبب الأكثر شيوعاً لهذا هو النوم من فلات فوت هو التهاب أو تمزق في وتر الساق اللي يدعم القوس. أما النوع الآخر فيدعى بالفيرتيكال تالس أو فلات فوت الكاحل العمودي، ويسمى أيضاً هذا النوع من الفلات فوت بالقدم السفلي أو الروكر باتم فوت. يعاني بعض الأطفال من عيب خلقي يسمى الكاحل العمودي أو الكاحل الرأسي، حيث تكون أو يكون عظم الكاحل في وضع خاطئ، بحيث يبدو الجزء السفلي من القدم مشابهاً للجزء السفلي من كرسي هزاز. تعد العوامل الوراثية طبعاً من أبرز الأسباب لحدوث الفلات فوت، فيما يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالفلات فوت في وقت لاحق من حياتهم، ويرجع هذا لمجموعة من العوامل واللي تشمل إصابات الوتر الأخيل، وهو الوتر اللي يربط بين عضلة الساق والعضلة النعلية والعضلة الأخمصية إلى الكعب. إصابة بالقدم أو الكاحل مما يؤدي إلى مشاكل بالعظام والأوتار، تلف أو خلل وظيفي، أو تمزق بوتر الضنبوب الخلفي وهي عضلة بالساق وتقع في الربلة. أما بالنسبة للأمراض الأخرى فبعض أمراض الجهاز العصبي والعضلات مثل الشلل الدماغي أو الحثل العضلي أو السنسنة المشقوقة وغيرها من الأمراض ممكن تؤدي للإصابة بالفلات فوت. طبعاً ارتفاع ضغط الدم، متلازمة داون، السمنة والحمل، وأيضاً التهاب المفاصل الروماتيدي، كلها أسباب ممكن تؤدي للإصابة بالفلات فوت. وغالباً ما يتسبب الفلات فوت لحدوث أي مشاكل عند الشخص المصاب بها، بس ممكن يتطلب الأمر علاج، بس بحالة وجود ألم ناتج عن فلات فوت أو تصلب بالقدمين أو مشاكل أخرى، فممكن يوصي الطبيب ببعض العلاجات الطبية، ونادراً ما يحتاج الفلات فوت إلى جراحة لإصلاح القدم المسطح الصلب أو مشاكل العظام أو الأوتار. وتشمل خيارات العلاج العقاقير غير الاستيرويدية أو النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، المضادات للالتهابات أو مسكنات الآلام، أجهزة داعمة مثل جهاز تقويم القدم، دعامة القدم المسطحة أو حتى الساق والأحذية المصنوعة حسب الطلب، وطبعاً تمارين علاج فلات فوت. فتعتبر العلاجات الفيزيائية من طرق علاج الفلات فوت وتقليل ظهورها، فتساعد تمارين القدم المسطحة على تمديد وتقوية الأوتار والعضلات المشدودة وتحسين مرونتها ومرونة حركتها. من هاي التمارين هو تمرين القلم، واللي يؤدي لتقوية القدم وزيادة قوة العضلات اللي تدعم قوس القدم، حيث يتم وضع قلم أسفل قوس القدم والبدء في الضغط عليه.
بعدها يجي تمرين كرة الجولف. هذا التمرين يتم الجلوس على كرسي ووضع كرة الجولف أسفل القدم والبدء في لفها للأمام والخلف تحت قوس القدم لمدة دقيقتين، وطبعاً الحصول على الراحة. فلتجنب الألم اللي ممكن ينتج عن الحدوث لفلات فوت لازم راحة تامة. كمادات الثلج أيضاً يمكن أن تساهم في تخفيف الالتهابات والآلام الناتجة. وبأغلب الأحيان ماكو أي شيء ممكن تسوي حتى تمنع حدوث الفلات فوت، خاصة إذا كان الفلات فوت ناتج عن حالة أو عوامل وراثية، بس يمكن منع تفاقم الحالة والتسبب بآلام شديدة من خلال بعض الإجراءات مثل ارتداء أحذية مناسبة بشكل جيد وتوفير الدعم اللازم للقدم، الحفاظ على وزن صحي، وكما يجب الحفاظ على الصحة العامة للوقاية من العوامل اللي تزيد من فرص حدوث فلات فوت مثل الأمراض المزمنة وغيرها من العوامل. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى تكونوا استفاديتوا واستمتعتوا بمواضيعنا. انتظرونا بحلقة جديدة أو مواضيع حلوة ومهمة وياي. أنا دكتورة فرح الخياط، مع السلامة.